بون حاجة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ونشكركم على هذه الضيافة هذه. بون مدينة الصيف ماشي حاجة جديدة عليها، وكما يقول لك حاجة الأولى مبروك علينا ومبروك على الفريق هذا، وإن شاء الله نكونوا فيها الخير على الفريق. بون حاجة الأولى اللي نشكر بزاف الرئيس حسن حمار، وين كونتاكت هذا عنده صافي 6 mois ولا 7 mois، وأنا وياه كونتاكت توجور معايا، وين وقف معايا بزاف، وين تشوف رئيس فريق يعطي لك لاصون تاع 600 مليون باش تشري اوراق التسريح تاعك، ما كان لا ورقه ولا والو بيناتنا، وين تشوف الثقه اللي كانت بيناتنا والنيه الصافيه اللي كانت بيناتنا هي اللي خلاتني نقتنع بالعرض تاعه. وفيما يخص حاجه واحده اخرى، انا اقتنعت بالمشروع تاع الفريق الحمد لله يا ربي، ونشكر الرئيس حسن حمار ونشكر المدرب خير الدين مضوي لي وين انسيست عليا، وهذه حاجه تشرفني ديجا، وان شاء الله نكون على اوتار ان شاء الله، ونفرح البيبليك اللي راه يستنى فيا ان شاء الله، كنا عند حسن ظن الاداره ان شاء الله. مضيت نعم الحمد لله، مضيت موسمين في الفريق، وين الحمد لله حاجه كما يقول لك حاجه تشرفني نلعب في فريق عالمي مثل وفاق سطيف. بون بعد ما يخفالكش العروض اللي كانوا عندي، كان العروض اللي كانوا عندي مي الحمد لله ما نكذبش عليك، وين رئيس الفريق حسن حمار وقف معايا، وين عطاني كيما كنت نقول الناس بالك الناس ما يكونش على بالهم، وين لاصون تاع 600 مليون وهي عندي صافي 2 mois باش نشري بها كوارتي. ومن بعد الحمد لله لجنه المنازعات كيما يقول لك وين ديت اوراق التسريح تاعي، وكيما يقول لك الحمد لله حاجه هذه حاجه تشرفني بزاف، وانا عطيته كلمه تاع رجال كيما يقول لك، خديت موقف باللي نلعب في الفريق هذا، وان الحاجه اللي ما ننساهاش بزاف انصار سري غيليزان اللي كيما يقول لك نطلب منهم السماح يسامحوني بزاف، على بالي سوا ديفيسيل من غادره الفريق، مي هذا هو المكتوب خلاص في الفريق، انا مديت كاع لي عليا، وان رئيس الفريق تاني ما ننساش خيره، وقف معايا كاع الموسم وعاون الفريق، نتمنى لهم كل خير، ونقول انصار سري غيليزان نقول لهم ما ننساش الخير تاعكم، باسكو نتوما اللي عاودتوا لونسيتو ارسيا الرابيد هي اللي عاودت لونسات مراد بن عياد، وخيركم كبير خيركم ما ننساش، ونطلب منهم سماح ونقول لهم بلي انا جامي نبدلكم بدراهم، انا بدلتكم بحاجه واحده برك فريق وفاق سطيف، على جال لي زوبجيكتيف اللي عندي، وثاني ما يخفالكش وين دوزيام بيتر تاع الشامبيونا، وين كيما يقول لك بنادم يزيد عنده طموحات تاوعه، وان شاء الله بربي ان شاء الله الفريق النادي تاع وفاق سطيف ان شاء الله يكون فيه الخير عليا، وان شاء الله الهدف تاعي ان شاء الله المنتخب الوطني ان شاء الله. ان شاء الله ممكن يكونوا 2 لاعبين، ممكن عبدة أمادة ولاعب اخر في الدفاع، ما نتكلموش نخليوها مفاجأة ان شاء الله. ما ان شاء الله ديسي دوما ابخي دوما ماكسيموم ديسي جودي ان شاء الله باذن فندردي ان شاء الله البروبليم سوغ اريفي. مدرب الحراس من المفروض يعني ممكن 99% يكون محمد حنيشات، تكلمنا ما قاعد غير يعني باش نجسدوا باك الصفقه ان شاء الله. فيما يعني كاين نقطه باك كاين رئيس نادي ما نسميهش دوك بصح كون يحترمش نفسه، باسكو اي تي نقول له حاجه مهزله اللي راك تدافع تحشم خطاش جو في دي فيغي سكري تاع ماتش تاعو ويعرف روحو شكون، نقول له خلي المدرب يدي سو كونترا دو 4 خاطر دوك نحب ندورها لك ليكيب تاعك ندورها لك ونديفيغي لك امورات، لا ما قدروش يهضروا لك انا نهضر لك، انا ما فيهاش ماشي في كاشي تبن ما خافش منك، لا كاينين جماعه يخافوا منك ولا يشيطوا لك. حسن حمار رئيس نادي وفاق سطيف لعب كأس العالم تحتار نفسك مليح مليح، راني يعني نقول لك اليوم اخر اذان ليك ما تحشمش نعت لك نقلبك للبلاصه اللي كنت فيها. رئيس فريق من راني يعني نقول لك حاجه انا ما نقولش نقول له قال بخير الدين مضوي نقول له احشم شويه، راني يعني كتبت له اس ام اس او يعرف روح، راني يعني كتبت له اس ام اس نقول له احشم شويه.